من الجدير في الذكر بأن هذا العشية، بأن هذا الاحتفال هو الاحتفال الأول بعد تنصيب غبطة أبينا الكاردينال كاردينالا في روما. فهذا هو الاحتفال الأول له في بيت لحم. نعم، لقد أقر بطاركة ورؤساء الكنائس بإلغاء الاحتفالات الخارجية، ولكنها أبقت على الصلوات، لأننا بالصلاة نؤمن بأننا قادرون، قادرون أن نسكت صوت السلاح، قادرون أن نملأ الأمل في قلوب الكثيرين، قادرون أن نصنع السلام في أرض متعطشة إلى السلام. نرى أمامنا القناصل والسفراء الرسميين الذين يشاركون في صلوات العيد. والذين يعبرون بمشاركتهم وصلواتهم عن تضامنهم مع شعبنا من أجل إحلال السلام في عشية عيد الميلاد. ومن جهة أخرى نرى هنا السلطات الفلسطينية الحاضرة في هذا القداس للمشاركة كتعبير عن الوحدة بين صفوف المسيحيين والمسلمين في هذه الأرض المقدسة. نرى هنا عددا من السفراء وأهمهم سفير المملكة الأردنية الهاشمية مندوبا عن جلالة الملك حفظه الله ورعاه حاضرا في هذه الصلاة. وأيضا الدكتور رمزي خوري ممثلا لفخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس. الدكتور رمزي خوري يدخل الآن للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد مندوبا عن فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبجانبه رئيس بلدية بيت لحم.
تنشد الكنيسة الآن المزمور الثاني من سفر المزامير الذي يقول: الرب قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. لماذا ارتجت الأمم وبالباطل تمتمت الشعوب؟ ملوك الأرض قاموا، والعظماء على الرب ومسيحه تآمروا. لنكسر قيودهما ولنلقي عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك والسيد بهم يهزأ. بغضبه حينئذ يخاطبهم، وبسخطه يروعهم. إني مسحت ملكي على جبل المقدس صهيون. أعلن حكم الرب، قال لي: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. سلني فأعطك الأمم ميراثا وأقاصي الأرض ملكا. بعصا من حديد تكسرهم، وكإناء خزاف تحطمهم. أيها الملوك الآن تعقلوا، ويا قضاة الأرض اتعظوا. اعبدوا الرب بخشية وقبلوا قدميه برعدة، لئلا يغضب فتضل الطريق، لأنه سرعان ما يضطرم غضبه. فطوبى لجميع الذين به يعتصمون. ما أجمل الكنيسة عندما تجتمع معا حول راعيها لتحتفل بهذه الصلوات. تشعر وكأن الكنيسة كلها أصبحت كدفء مغارة مهيئة ليولد السيد المسيح فيها، في قلب كل واحد منا. والآن تنشد الكنيسة المزمور رقم 18. هذا المزمور الذي ينشد ويقول: كلم الرب
بكلامي هذا. يوم أنقذه الرب من أيدي جميع أعدائه ومن يدي شاؤول فقال: أحبك يا رب يا قوتي يا مخلصي، من العنف خلصتني. الرب صخرتي وحصني، منقذي إلهي، الصخر به أعتصم. ترسي وقوة خلاصي وملجئي. أدعو الرب سبحانه فأنجو من أعدائي. أمواج الموت غمرتني، وسيول بليعان روعتني، وحبائل مثوى الأموات حاطتني، وشباك الموت استبقتني. في ضيقي الرب دعوت، وإليه إلهي صرخت، فسمع صوتي من هيكله، وبلغ صراخي مسمعه. نرى أمامنا غبطة الكاردينال والأساقفة يصلون وهم متحدين مع شعبهم في الصلاة من أجل السلام. والآن تنشد الكنيسة المزمور 44، والذي يقول: اللهم سمعنا بآذاننا وحدثنا آباؤنا، بالعمل الذي عملته في أيامهم في الأيام القديمة، بيدك أنت حرمت أمما ميراثهم لتغرسهم، وأسأت إلى شعوب لتوسعهم. إذ لا بسيفهم ورثوا الأرض، ولا ذراعهم نصرتهم، بل يمينك وذراعك ونور وجهك، لأنك رضيت عنهم. أنت مليكي يا إلهي، فمر بانتصارات يعقوب. بك ندحر مضايقين، وباسمك ندوس القائمين علينا. فإني لست على قوس أعتمد، ولا بسيف أنتصر، بل أنت الذي تنصرنا على مضايقينا وتخزي مبغضينا. بالله هللنا طوال النهار، واسمك نحمد على الدوام. لكنك نبذتنا وأخزيتنا، ولم تعد تخرج وجيوشنا، تردنا من وجه المضايق على أعقابنا، ومبغضين يسلبون على هواهم، كالغنم مأكلا تسلمنا، وبين الأمم
شتتنا، تبيع شعبك بلا مال، وفي ثمنهم لم تربح، تجعلنا عارا لجيراننا، سخرية لمن حولنا، عاري طول النهار أمامي والخجل يغطي وجهي. هذا كله حل بنا وما نسيناك ولا نقضنا عهدك. لماذا تحجب وجهك وتنسى بؤسنا وضيقنا؟ فإن نفوسنا بالتراب تمرغت وبطوننا بالأرض لصقت. قم لنصرتنا ومن أجل رحمتك افتدنا. تختتم الآن المزامير الثلاثة. التي تليت في الكنيسة وتستكمل الكنيسة صلواتها بقراءة من العهد القديم من سفر أشعياء النبي ثم قراءة من مواعظ القديس البابا لاون الكبير. قراءة من سفر أشعياء النبي. هذا ما يقوله الرب الإله، ويخرج غصن من جذع يسى، وينمي فرع من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة وتقوى الرب، ويوحي له تقوى الرب فلا يقضي بحسب رؤية عينيه، ولا يحكم بحسب سماع أذنيه، بل يقضي للضعفاء بالبر، ويحكم لبائسي الأرض بالاستقامة، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت الشرير بنفس شفتيه،
ويكون البر حزام حقويه، والأمانة حزام خصره، فيسكن الذئب مع الحمل، ويربض النمر مع الجدي، ويعلف العجل والشبل معا، وصبي صغير يسوقهما. ترعى البقرة والدب معا، ويربض أولادهما معا، والأسد يأكل التب كالثور، ويلعب الرضيع على حجر الأفعى، ويضع الفطيم يده في جحر الأرقم. لا يسيئون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ معرفة الرب كما تغمر المياه البحر. وفي ذلك اليوم أصل يسى القائم راية للشعوب، إياه تلتمس الأمم، ويكون مكان راحته مجدا. Nonno cebunt et non occident in universo monte sancto meo, quia plena erit terra scientia domini, sicut aquae mare operium. In die illa radix esse stat in signum populorum, ipsam gentes requirent, et erit sedes eius gloriosa. لجميع الذين يشاهدون عبر قنوات التلفزة أو من خلال جميع وسائل السوشيال ميديا، لنتحد سوية بالصلاة بقلب واحد، بإيمان واحد، متضرعين وطالبين من أمير السلام أن يحل السلام في بلادنا، في عالمنا، في شرقنا، مؤمنين بأن ما نطلبه بالصلاة سيتحقق. من مواعظ القديس لاون الكبير البابا: أيها الإخوة الأحباء، اليوم ولد مخلصنا، فلنفرح ولنتهلل. لا مكان للحزن حيث ولدت الحياة، فأزالت الخوف من الموت وغمرتنا بفرح الأبدية التي وعدنا بها. لا يمنع أحد عن المشاركة في هذا الفرح. واحد هو سبب سرورنا جميعا، وهو أن الرب يسوع المسيح مبيد الخطيئة والموت، إذ لم يجد أحدا خاليا من الخطيئة، جاء ليحرر كل البشر، ليتهلل القديس، لأنه قريب من الظفر، ليفرح الخاطئ لأنه مدعو إلى الغفران، وليتشدد الوثني لأنه مدعو إلى الحياة. لما تم الزمان الذي حددته مشيئة الله في عميق سرها الذي لا يستقصى، اتخذ ابن الله الطبيعة البشرية
ليصالحها مع خالقها، وليهزم إبليس مبدع الموت بالطبيعة نفسها التي بها هزم الإنسان. ولد الرب، فتهلل الملائكة وأنشدوا المجد لله في العلا، وبشروا بالسلام في الأرض لذوي الإرادة الصالحة. وقد رأوا القدس السماوية تمتلئ بجميع الأمم، فإذا فرح الملائكة في السماء كل هذا الفرح لما صنع الله بعظيم حبه. فكم بالأحرى يجب أن يفرح الإنسان في تواضعه. وعليه أيها الإخوة الأحبة، فلنشكر الله الآب بابنه في الروح القدس، لأنه رحمنا برحمته العظيمة التي أحبنا بها. فمع أننا كنا أمواتا بزلاتنا، أحياء مع المسيح لنكون فيه خليقة جديدة، صورة جديدة، لنضع عنا إذن الإنسان القديم وأعماله، ولنقلع عن أعمال الجسد، بما أننا صرنا شركاء في سر ميلاد المسيح. اعرف أيها المسيح كرامتك، صرت مشاركا في الطبيعة الإلهية، لا تعد بعد إلى ضلال سلوكك القديم. تذكر من هو رأسه، وفي أي جسد صرت عضوا. تذكر أنك انتشلت من سلطان الظلمات ونقلت إلى نور الله وملكوته. بسر المعمودية أصبحت هيكلا للروح القدس، فلا تحمل هذا الضيف الكبير على الهرب بسبب أعمالك، فتعود مرة ثانية إلى عبودية الشيطان. ثمنك هو دم المسيح. Memento cuius capitis et cuius corporisis membro. Reminiscere quia erutus de potestate te ne pararum. Translatus es in Dei lumin et renium. Per baptisimatis sacramentum spiritu sanctu factus est templu. Nulli tantum habitatorem bravis de te actibus fugare, et diapule te iterum subicere servituti, quia pritium tuum sanguis est Christi. في هذه اللحظات السعيدة، في هذه اللحظات المباركة، تنتهي صلوات فرض القراءات. تختم بهذه الأنتيفونة البسيطة. والتي تقودنا إلى التفكير بعظمة الله ومحبته للبشر. ففي هذه اللحظات في هذه الأوقات في وقت نشعر بهذا الضعف، نسمع
ما يقوله وما ينشده الآن الطالب الإكليريكي من المعهد الإكليريكي لبطركية اللاتين، إذ يقدم ملخصا لتاريخ الخلاص. يقول بأن الله خلق السماء والأرض، صنع الإنسان على صورته، وبعد عدة قرون من الطوفان جعل قوس قزح علامة عهد وسلام. ومن ثم غادر أبونا إبراهيم في الإيمان أور الكلدان، وخرج الشعب من مصر بقيادة موسى، ومسح داود ملكا، وجاء الأنبياء ليبشروا ويهيئوا الطريق للمسيح الرب الذي جاء ليخلص العالم، فحبل به بقوة الروح القدس، ولدته أمه العذراء مريم هنا في بيت لحم. اليوم هو ميلاد سيدنا يسوع المسيح بالجسد. Olimpiade centesima nonagesima quarta ab urbe condita anno septingentesimo quinquagesimo secundo anno imperii Caesaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo tot orbe in pace composito Iesus Christus Eternus Deus Eternique Patris Filius Mundum volens adventus suo pissimo consecrare De Spiritu Sancto conceptus Novemque post conceptionem de cursis mensibus Ana tere Miliari pater alia pulisce Volerum mei vale qua Viem mi hatetu kathiren Lutite vol qawi vol fal vol ihmal Hatiat azimah في نفس الوقت تحتفل Hatiat azimah جدا لذلك أطلب من القديسة مريم يسمع فيها اليوم ويوم غد لمجموعة كبيرة من الكهنة بالاحتفال بالقداس الإلهي في مغارة الميلاد نفسها، حيث يقوم الآن الكاهن بالاحتفال بقداس عيد الميلاد في المغارة بمشاركة مجموعة من المؤمنين. تنشد الكنيسة بفرح نشيد المجد لله في العلا،
لتعلن بشارة الفرح، لتعلن بشرى الخلاص، لتعلن فرح ولادة طفل هو عمانوئيل، هو الله معنا. تقرع أجراس الكنيسة الخارجية والداخلية تعبيرا عن هذا الفرح وهذا الرجاء وهذا الأمل بمخلص يفدي البشرية، بمخلص يمنح سلامه لعالم متألم، لمخلص يولد في بيت لحم، لمخلص عيوننا تتجه نحوه مصلية ضارعة، خلصنا وارحمنا يا رب. يكشف عن شخص طفل المغارة أمام الهيكل، ثم يقوم غبطة الكاردينال بتبخير الهيكل وشخص طفل المغارة، علامة على البخور الذي يرمز إلى الألوهية وإلى صلوات الآباء القديسين التي ترفعها الكنيسة المجاهدة على هذه الأرض، بينما تنشد الجوقة والمؤمنين جميعا نشيد الفرح، نشيد الابتهاج، نشيد الملائكة، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. حيث نراك طفلا صغيرا مضجعا في مقود، نراك طفلا لكنك مخلص ورب قدوس، تسجد لك كل ركبة في السماء والأرض. أنت أيها الرب الإبن الوحيد يسوع المسيح، يا حامل خطايا العالم ارحمنا، يا حامل خطايا العالم اقبل تضرعنا، لأنك أنت وحدك القدوس، أنت وحدك الرب، أنت وحدك العلي. يا يسوع المسيح مع الروح القدس في مجد الله الآب، آمين. أمامنا على الشاشة أيضا نرى ذخيرة مذود السيد المسيح التي وافق على منحنا إياها البابا فرانسيس منذ سنوات قليلة، لتكون هذه الذخيرة في كنيسة المهد، لتكون هذه الذخيرة في بيتها الأصلي في مهد السيد المسيح، كي يتمكن المؤمنون من أخذ بركتها وطلب شفاعتها. لنصلي. اللهم يا من أضأت هذه الليلة السامية القداسة في بهاء النور الحقيقي، هبنا وقد عرفنا المسيح في أسراره على الأرض أن نتمتع بملء أفراحه في السماء. الآن يبدأ
الجزء الأول من القداس الإلهي بالقراءات المقدسة من الكتاب المقدس. القراءة الأولى من سفر أشعياء النبي، نسمعها باللغة العربية. الشعب السائر في الظلمة أبصر نورا عظيما، والمقيمون في بقعة الظلام أشرق عليهم النور. كثرت له الأمة ووفرت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كابتهاج الذين يتقاسمون الغنيمة، لأنني راث قلها وعصا كتفها وقضيب مسخرها. قد كسرتها كما في يوم ميديا، لأنه قد ولد لنا ولد وأعطي لنا إبن، فصارت الرياسة على كتفه ودعي اسمه عجيبا مشيرا إلها جبارا أبلبا رئيس السلام. لنمو الرياسة وللسلام لانقضى له على عرش داود ومملكته، ليقرها ويوطدها بالحق والبير من الآن وللأبد. غيرة رب القوات تصنع هذا. Verbum Domini. Deo gratias. وبعد أن استمعنا إلى القراءة من سفر أشعياء النبي، تنشد المزمور 95: ولد لنا اليوم مخلص وهو المسيح الرب. أنشد للرب نشيدا جديدا، أنشد للرب يا أهل الأرض جميعا، أنشد للرب وبارك اسمه، بشر من يوم إلى يوم بخلاصه، حدث في الأمم بمجده، في جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم وجدير بالتسبيح ورهيب فوق جميع الآلهة. قدموا للرب يا عشائر الشعوب، قدموا للرب عزة ومجدا، قدموا للرب مجد اسمه، احملوا تقدمة وتعالوا إلى دياره. اسجدوا للرب زينة مقدسة، ارتعدوا يا أهل الأرض من وجهه، لتفرح السماوات وتبتهج الأرض،
ليهدر البحر وما فيه، لتبتهج الحقول كل ما فيها. حينئذ تهلل جميع أشجار الغاب أمام وجه الرب، لأنه آت ليدين الأرض، يدين الدنيا بالبر والشعوب بأمان. تتلى الآن على مسامعنا القراءة الثانية، وهي قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى تيتوس. فقد ظهرت نعمة الله ينبوع الخلاص لجميع الناس، وهي تعلمنا أن ننبذ الكفر والشهوات الدنيا لنعيش في هذا الدهر برزانة وعدل وتقوى، منتظرين السعادة المرجوة وتجلي مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي جاد بنفسه من أجلنا ليفتدينا من كل إثم ويطهر شعبا خاصا به، حريصا على الأعمال الصالحة. كلام الرب. تنشد وتهتف الكنيسة بصوت واحد قائلين: هللويا هللويا، إني أبشركم بفرح عظيم، ولد لنا اليوم مخلص هو المسيح الرب. يتوجه الشماس الإنجيلي نحو غبطة الكاردينال وينحني طالبا بركته كي يتلو على مسامعنا الإنجيل المقدس، ثم يحمل الإنجيل ويطوف به أمام الجميع، متقدمه المبخرة وحملة الشموع، ومن ثم يفتح الكتاب المقدس لينشد الإنجيل المقدس بحسب القديس لوقا الإنجيلي البشير. الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. يبخر الشماس الإنجيل المقدس وفي تلك الأيام صدر أمر عن القيصر أغسطس بإحصاء جميع أهل المعمورة، وجرى هذا الإحصاء الأول إذ كان قرنيوس حاكم سوريا. فذهب جميع الناس ليكتتب كل واحد في مدينته، وصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي يقال لها بيت لحم، فقد كان من بيت داود وعشيرته، ليكتتب هو ومريم خطيبته وكانت حاملا. وبينما هما فيها حان وقت ولادتها، فولدت ابنها البكر، فقمطته وأضجعته في مذود لأنه لم يكن لهما موضع في المضافة.
وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية، يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم. فحضرهم ملاك الرب وأشرق مجد الرب من حولهم، فخافوا خوفا شديدا. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، ها إني أبشركم بفرح عظيم يكون فرح الشعب كله. ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، وهو المسيح الرب. وإليكم هذه العلامة: ستجدون طفلا مقمطا مضجعا في مثود. وانضم إلى الملائكة بغتة جمهور جند السماويين يسبحون الله فيقولون: المجد لله في العلا والسلام في الأرض للناس أهل رضا. Quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus in civitatem David. Et hoc vobis signum enveniantes infantem panis in volutum, et positum in praesipio, et subito facta est cum angelo multitudum militiae celestis laudentium Deum et discentium gloria in altissimis Deo et super terram pax in omnibus bone voluntatis. Verbum Domini. Dear brothers and sisters, the Lord give you peace. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، سلام المسيح معكم جميعا. Mr. Ramzi Khoury, representative of the President of State of Palestine, Abu Mazen, who cannot be present today with us, and also his delegation of friends. يرحب بالوفود الرسمية الموجودة في الكنيسة، just this evening and leave tonight. وبالسفراء والقناصل الحاضرين. Today, I greet especially. His Eminence Cardinal Konrad Krajewski, كما ويحيي الكاردينال كازيفسكي الحاضر والموجود والمرسل من قبل قداسة البابا فرانسيس ليصلي ويتضامن ويكون متضامنا مع أهلنا وشعبنا وخاصة مع أهلنا في غزة. And you bring among us the presence of His Holiness. I greet also the diplomats and present here all. هذا هو الكاردينال الحاضر باسم الحبر الأعظم البابا فرانسيس. A lot of solidarity from the government. يصلي the efforts of the في مهد السيد المسيح متضامنا مع شعبنا. Some supply to our community in Gaza. Thank you. Also,
few hours ago, President Macron called to express solidarity. So many others. Thank you to all, and of course, I greet all my diocese. I greet all the world, of course, but first of all, my church, all diocese spread in Cyprus, in Israel, in Jordan, and of course here in Palestine, especially in Gaza, of course. Thank you for all what we are doing and for your also support and unity in the غبطة الكاردينال أبناء أبرشيته. هذه الأبرشية التي تمتد قبرص والأردن والأراضي المقدسة، ويحيي بشكل خاص غزة. What is accompanying me since last week is a sentence of the gospel that we just heard. في هذه الليلة أود أن أكون صوتا للمشاعر الدفينة التي تعصف بنا جميعا، ونجد صداها في الإنجيل الذي تلي على مسامعنا لم يكن لهما موضع. كما حدث مع مريم ويوسف كذلك يحدث معنا. يبدو أنه لا يوجد موضع أو حيز للميلاد. لقد دهمنا شعور أليم منذ أيام كثيرة بأنه لا يوجد مكان هذا العام لبشرى الفرح والسلام التي أعلنتها الملائكة لرعاة بيت لحم في هذه الليلة المقدسة وعلى بعد أمطار قليلة من هنا. في هذه اللحظة لا يسعنا إلا أن نفكر في كل أولئك الذين تشردوا بسبب الحرب وتركوا وحدهم مجردين من أي شيء، وقد تجرعوا مرارة الفراق وكأس الألم. أذكر الجميع دون تمييز، جميع المتضررين من هذه الحرب والذين هم في حالة حداد وبكاء منتظرين بادرة مودة وكلمة دفء. في هذه الليلة أتذكر الرهائن المخطوفين، أتذكر الأسرى الذين يقبعون في السجون دون محاكمة. أفكر على وجه التحديد في أهل غزة وفي المليونين من سكانها. إن عبارة لم يكن لهما موضع تعبر جيدا عن حالتهم المعروفة اليوم وللجميع، عن معاناتهم الصارخة التي لا تتوقف عن مناشدة العالم بأكمله. ليس لأحد منهم مكان آمن، منزلا كان أو سقفا، وهم محرومون من أساسيات الحياة، جائعون، معرضون لأعمال عنف لا تفسر. يبدو أنه لا يوجد مكان لهم، ليس فقط من الناحية المادية ولكن أيضا في أذهان أولئك الذين يقررون مصائر الشعوب. يعيش الشعب الفلسطيني هذا الوضع منذ فترة طويلة جدا، وبالرغم من أنه يعيش على أرضه يقال عنه باستمرار ليس له موضع، وينتظر منذ عقود أن يجد المجتمع الدولي حلاً ينهي الاحتلال الذي يعيش مكرهاً تحت نيره متحملاً نتائجه. يبدو لي اليوم أن الجميع منغلق وراء ألمه. الكراهية والاستياء وروح الانتقام تحتل مساحة كبيرة في قلبه ولا تترك مجالاً لوجود الآخر، ومع ذلك فإن وجود الآخر ضروري لنا، لأن عيد الميلاد يقوم تحديدا على حقيقة أن الله جعل نفسه حاضرا بشريا وفتح قلبنا لرؤية العالم من حولنا بمنظور جديد. لا يعني أن العالم كان دائما مضيافا نحو المسيح، وليس جديدا علينا القول بأنه لم يبقى في ثقافتنا الاستهلاكية والأنانية أثر كبير للإيمان المسيحي، ولكن في هذا العالم هنا بالتحديد، لا بل وفي العالم بأسره، يبدو أن عجيج السلاح وبكاء الأطفال ومعاناة اللاجئين وصراخ الفقراء
ودموع العائلات الثكلة تجعل موسيقى ترانيمنا نشازا وفرحتنا صعبة المنال وكلماتنا بلاغ جوفاء. لنكن واضحين، إن مجيء المسيح لعالمنا قد فتح لنا وللجميع طريق الخلاص الأبدي الذي لن يتمكن أي شيء من أي أحد من إغلاقه مرة أخرى. إن إيمان كنيسة الله ورجائها ومحبتها لن تقهر، لأنها تستند على وعد الرب الأمين ولا ترتبط بالأزمنة المتغيرة ولا بالظروف المعاكسة التي تحيط بنا. من الواضح بنفس القدر أننا نكافح خاصة اليوم هنا لإيجاد مكان للميلاد في أرضنا وحياتنا وقلوبنا، وهذه الطريق التي شقها السيد المسيح معرضة للاندثار بين الشوارع التي دمرتها الحرب وبين أركام وأنقاض المنازل المهجورة. قد يكون قلبنا المثقل بالأحزان غير قادر على أن يتناغم مع الميلاد، فالألم الكثير وخيبة الأمل المرة والوعود الكثيرة والمنقودة تغزو قلبنا، حيث من المفروض أن تتردد كلمات إنجيل عيد الميلاد وتلهم أفعالنا وسلوكيات تصنع السلام وتنعش الحياة. أين هو الميلاد هذا العام؟ أين نبحث عن المخلص؟ الملائكة هم أصحاب الجواب في تلك الليلة وفي كل ليلة. يجد الله دائما مكانا لميلاده، حتى بالنسبة لنا هنا اليوم نحن على يقين على الرغم من كل شيء ووسط هذه الظروف المأساوية بأن الله قادر على أن يجد مكانا حتى في أشد القلوب قساوة. مكان الميلاد هو أولا وقبل كل شيء لدى الله. يولد المسيح في البدء من قلب الآب الرحيم، حبه اللامتناهي والذي لا ينضب. يلد الابن منذ الأزل وإلى الأبد ويعطيه لنا في الزمن وأيضا في هذا الزمن. إرادته الصالحة والمقدسة هي التي قررت خلاص الإنسان. في ظل هذه الظروف، إن أردنا إعادة اكتشاف فرح الميلاد وإذا أردنا مقابلة المخلص، وجب علينا أن نعود إلى الله، إلى محبته. لنترك جانبنا التفسيرات الاجتماعية والسياسية ولنقر بأن أساس العنف واضطهاد الآخر يكمن في نسيان الله وتزييف صورته وتوظيف الدين والعلاقة مع الله لمآرب خاصة، كما يحدث في كثير من الأحيان في أرضنا المقدسة. لا يستطيع أحد أن يدعو الله أبا، وهو لا يستطيع أن يدعو الإنسان أخا. وبالأحرى لا يمكن للإنسان أن يعيش الأخوة مع أخيه الإنسان إذا لم يعد إلى الإله الحقيقي من خلال الاعتراف به أبا محبا للجميع. إذا لم نجد الله في حياتنا، سوف نفقد حتما طريق الميلاد ونجد أنفسنا وحدنا نطوف في الليل دون هدف، فريسة لغرائز الأنانية والعدوانية. إن جواب نعم الذي صدر عن مريم ويوسف هو أيضا مكان الميلاد. إن طاعتهما وأمانتهما هما البيت الذي جاء الابن ليسكن فيه. إن ابن الله المولود من الآب يدخل إلى الزمن من باب الحرية الإنسانية، وأينما يقول رجل وامرأة نعم لله يكمن الميلاد، وحيثما يضع الإنسان حياته في خدمة السلام الآتي من العلاء وليس لرعاية مصالح خاصة،
هنا يولد الابن من جديد. لذا إن أردنا أن يكون هناك ميلاد حتى في أوقات الحرب، علينا جميعا أن نكثر من مبادرات الأخوة والسلام وتقبل الآخر والمغفرة والمصالحة. وأقول أكثر من ذلك، يجب علينا جميعا بدءا من ذاتي ومن أولئك الذين مثلي يتحملون مسؤولية القيادة والتوجيه الاجتماعي والسياسي والديني، أن نلتزم بخلق عقلية القبول ضد استراتيجية الرفض. إن قول نعم للخير، نعم للسلام، نعم للحوار، نعم للآخرين، يجب ألا يكون مجرد خطاب، بل التزام واعي ومسؤول، مستعدا لخلق مساحات جديدة ليس احتلالها، ولإيجاد مكان للآخر وليس إنكاره. لقد أصبح الميلاد ممكنا بفضل المساحة التي قدمها يوسف ومريم لله وللطفل الذي جاء منه. إن لم يكن الأمر مختلفا بالنسبة للعدالة والسلام، لن تكون هناك عدالة، ولن يأتي السلام بدون المساحة التي نفتحها للآخرين بقبولنا السخي وجاهزيتنا للخدمة. Find a place for others and not deny them one. Christmas was made possible by the space that Mary and Joseph offer to God. It will not be different for justice and peace. There will be no justice and peace will not come unless we make room for them through our open and generous yes. Dear brothers and sisters, my heart's wish is my prayer. Our will to do good becomes concrete. أيها الأعزاء، لدي رغبة في القلب تتحول إلى صلاة، فلتكن رغبتنا في فعل الخير من خلال كلمة نعم لله نقولها بكل وعي وسخاء، ليكن التزامنا بالمحبة والخدمة هي المساحة التي يمكن أن يولد فيها المسيح مرة تلو الأخوة. أطلب لنفسي أولا، ثم لكنيسة الأرض المقدسة ولكنيسة جمعاء، أن نكون بيتا للجميع ومساحة مصالحة ومغفرة للباحثين عن الفرح والسلام. أخاطب جميع كنائس العالم التي تتطلع إلينا في هذه اللحظة، ليس فقط للتأمل في سر بيت لحم، بل أيضا لمواساتنا في هذه الحرب المأساوية. احملوا لشعوبكم وقادتها رسالة نعم يقولونها لله، وتضرعوا لخير شعوبنا كي تتوقف الأعمال العدائية، وكي يتمكن الجميع من أن ينعموا بالسلام داخل بيوتهم. فإن العنف لا يولد إلا العنف. Present this to your government so that all may truly find again a home and peace. I pray that Christ be reborn. أصلي كي يولد المسيح من جديد في قلوب حكام الأمم وقادتها، فيلهمهم قول النعم التي جعلت المسيح صديقا وأخا للجميع، فيعمل بجدية لوقف هذه الحرب، وأكثر من ذلك من أجل استئناف الحوار المؤدي إلى إيجاد حلول عادلة وكريمة ونهائية لشعبنا. إن مأساة هذه اللحظة في الواقع تفيدنا بأن الوقت لم يعد يسمح بالحلول القصيرة المدى وللتأجيل والتنظير، وحان الوقت لنقول هنا والآن كلمة حقيقة واضحة نهائية تعالج الصراع القائم من جذوره وتزيل مسبباته العميقة وتفتح أفاقا جديدة من الصفاء والعدالة للجميع، للأرض المقدسة لا بل ولمنطقتنا بأكملها التي تتأثر أيضا بهذا الصراع. Rather, it is time to state here now a clear and definitive word of truth
that may heal the root of this ongoing conflict by removing its deep causes and unlock new horizons of serenity. إن كلمات احتلال وأمن والعديد من الكلمات الأخرى المشابهة التي هيمنت على خطاباتنا لفترة طويلة يجب تعزيزها بكلمتي ثقة واحترام، لأن هذا هو ما نريد أن يكون عليه مستقبل هذه الأرض، وهذا وحده هو الذي سيضمن الاستقرار والسلام الحقيقي. ليولد المسيح من جديد في هذه الأرض التي تخصه وتخصنا، ولتبدأ من هنا مسيرة إنجيل السلام للعالم أجمع. ليولد المسيح من جديد في قلب من يؤمن به، فيدفعه إلى إعطاء القدوة الحسنة وتأدية الرسالة دون خوف من الليل ومن الموت، ولتلد أيضا في قلب من لا يزال غير مؤمن الرغبة في السلام والخير والحقيقة والعدالة. Cannot allow fear to determine their choices. May he also be reborn as a desire for peace and goodness, truth and justice in the hearts of those who do not yet believe. In conclusion, allow me to say one word to our community in Gaza. They are looking at us. So I want also. يتوجه الآن بحديث غبطة الكاردينال، توجه بحديثه الآن إلى رعيتنا في غزة. In our community of Gaza, despite all. أتمنى أن يولد المسيح في جمعتنا في غزة بالرغم من كل شيء. I was used to spend few days before Christmas with you every year. قبل كل ميلاد كنت أجي أزوركم وأدي كم يوم معكم. Only God knows how many attempts we tried to be there with you. ربنا الوحيد اللي بيعرف كم مرة جربنا أن نحقق هذا الشيء كم مرة بدون نجاح. And we are ready, as usual, we just said before, to do whatever for you. وإحنا على استعداد أن نعمل كل شيء لكم. All our life is at your service. حياتنا لخدمتكم. You are not alone. أنتوا مش لحالكم. We will never abandon you. عمرنا ما رح نترككم. Be courageous as you have been till now. كونوا شجاع زي ما كنتوا لغاية الآن. You experience fear, death, and tragedies. اختبرت الخوف والموت والكوارث. But you are our light in this moment. لكن أنتم نورنا في هذه اللحظة. Your courageous presence there. وجودكم الشجاعة في هذا المكان. So from here, from Bethlehem, we tell you we are hugging you. من هنا من بيت لحم نحكي لكم نعبدكم من هنا. May you feel a little bit the warm and closeness and affection as much as possible. إن شاء الله بتشعروا بهذه المحبة وهذه المشاعر اللي عندنا إياها ليلكو قد ما بتقدروا. I can assure you, visiting all the communities, the love, the concern, the closeness of all our communities to you. كونوا واثقين كل جماعتنا سالي عنكو وبتحبكو. May the Lord bless of you and all of us. ربنا يباركو ويباركنا جميعا. So it is Christmas now. We can only cry and blame or whatever. Christmas is the light. The light who comes to us. وصلنا لعيد الميلاد و لا يجوز فقط أن نبكي وأن نحزن، لأن عيد الميلاد هو النور، النور اللي جل عندنا. I want you to all of us go out from this place with a smile and eyes full of light. بدي إياكم بنهاية هذا القداس ترجعوا على بيوتكم بابتسامة وبعيون مليئة من النور. Despite everything. بالرغم من كل شيء. Because Jesus today is with us. لأن المسيح معانا اليوم. He is our joy. وهو فرحنا. And want to bring this joy in our homes wherever you are. خلينا نحمل هذا الفرح لبيوتنا وين ما كنا. Because we are not afraid. لأننا مش خايفين. Never be afraid. أبدا ما تكونوش خايفين.
since we are, most of us are the communities, we know the song, we can sing together, then the master of ceremonies will forgive us. أكيد يعني معظمنا هنا عرب وبنعرف الترتيل ممكن نرتله أكيد يعني اللي ترجين ريبهدلونا شوي. ولد المسيح هللويا ولد المسيح يعلن غبطة الكاردينال قانون الإيمان الذي تنشده الكنيسة كلها. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق. نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس. عند هذا المقطع يركع كل من في الكنيسة تمجيدا ليسوع المسيح الذي أصبح بشرا من أجلنا ومن أجل خلاصنا. وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات. Thank you.
كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. والآن تتلى على مسامعنا طلبات المؤمنين، صلوات المؤمنين، وهي الصلوات والطلبات التي ترفعها الكنيسة باسم جميع الحاضرين، سائلين الله تعالى أن يستمع وأن يستجيب لنا. وتتلى هذه الطلبات بلغات مختلفة كي تشعر الكنيسة بشموليتها، فهي كنيسة العالم وكنيسة للعالم وكنيسة من أجل العالم. من أجل مدينة بيت لحمة لتستقبل دائما المسيح المخلص بين أهلها، فتصبح رمزاً للسلام والمصالحة في عالم تمزقه الخصومات والحروب. نصلي من أجل الكنيسة في العالم، من أجل مدينة بيت لحم، والآن نرفع صلاتنا من أجل العائلة كي يمنحها الرب النعمة والبركة. For all who have come in faith to the growth of the Nativity of our Savior, لجميع الذين أتوا بإيمان إلى مغارة المهد، إلى مغارة السيد المسيح، كي ينالوا البشرة السارة في هذه الليلة المباركة. من أجل من يبحثون عن هذا النور ومن هم على طريق الإيمان، كي يجدوا في المسيح الطريق الحق والطريق الجديدة. Für die ganze Welt der Herr schenke allen Völkern, Rassen und Nationen seinen Frieden. Por los que a la voz del ángel hemos venido a celebrar el misterio de la encarnación de nuestro Salvador, para que su palabra, convertida en pan de vida y bebida de salvación, sea alimento y luz que guíe nuestro continuo caminar hacia su segunda venida. ومع نهاية هذه الطلبات تنهي الكنيسة الجزء الأول من القداس الإلهي، وهو الاحتفال برتبة الكلمة، ويبتدئ من بعدها القسم الثاني من القداس بحسب الطقس اللاتيني، وهي تهيئة القرابين وصلوات الإفخارستية، وتليها رتبة التناول ومنح البركة الختامية. بينما الآن سنستمع إلى الجوقة تنشد بعضا من التراتيل التي تفرح بميلاد السيد المسيح في أرضها
بين شعبها مانحا قلبنا وحياتنا وبلادنا سلاما حقيقيا. يقوم الشمامسة الإنجيليين بتهيئة الهيكل، بوضع القرابين التي سيصلى عليها، بوضع بصلاة تكريس غبطة الكاردينال، والأساقفة والكهنة مجتمعين كجسم كهنوتي واحد، كي يصبح هذا الخبز وهذه الخمر جسد ودم السيد المسيح، والذي يمنح لجميع المؤمنين ليسكن المسيح في قلبنا، وفي هذه الليلة ليولد هو المسيح حقا بجسده ودمه في قلبنا، فنصبح نحن مغارة ميلاد يولد فيها المسيح فرحا مانحا، كل واحد منا ما يحمل في قلبه من صلاة، من طلبة، من نعمة. ومن بعد أن يصلي غبطة الكاردينال على الخبز والخمر، يبخرهما ويبخر الهيكل المقدس، ومن ثم يقوم الشماس الإنجيلي بتبخير غبطة الكاردينال والأساقفة والكهنة والشعب المؤمن كله. فالإنسان مخلوق على صورة الله وتعالى، وهذه الكرامة نستمدها من الله الذي منحنا إياها، فهو بتجسده أصبح إنسانا، وبتجسده جعل من الإنسان إلها. لله مجد في العلا، يوم الخلاص أقبل، وحل في الأرض السلام. امنح يا رب أرضك السلام. Fratres, fratres, ut meum aquestum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. نسألك يا رب أن ترتضي قرابيننا في ليلة هذا العيد، وإذ تنازلت وبادلتنا لاهوتك بنسوتنا، اجعلنا نتحول إلى صورة المسيح
الذي تجسد وسمى بالإنسان إليه بالمسيح ربنا. الرب معكم ومع روحك أيضا لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق الوعد. Veredignum et justum esse cum salutare, nos tibi sempre tubique gratia savagere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, nova mentis nostre oculis, lux tue claritavatis infulsit. Ut donum visibiliter Deum cognoscimus, perunc invisibilium amorem rapiamur, et ivideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, in num glorie tue vecabanimus, sine fine dicentes. قدوس قدوس قدوس، الرب إله الصباوت. السماء والأرض مملؤتان من مجده. هوشعنا في الأعالي. تبارك الآتي باسم الرب. هوشعنا في الأعالي. نعم، في هذه الليلة مبارك الآتي باسم الرب، فقد جاء طفلا صغيرا مضجعا في مكوى ليكون معنا مخلصا للبشرية جميعا. فالسماء والأرض مملؤتان من مجدك. نعم يا رب، هنيئا لنا حضورك معنا، هنيئا لنا ولادتك بيننا. هوشعنا في الأعالي. Santus est Domine, et meritu te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum tuqam al'an Iesum Christum, الصلاة الإفخارستية الأولى أو ما تسمى بالقانون الروماني، وهي الصلاة الخاصة التي تتلى من الإكليروس على الخبز والخمر كي يصبح جسد ودم المسيح المخلص. تبدأ هذه الصلاة أعتذر، هي الصلاة الإفخارستية الثالثة التي فيها يقول خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. Simili modo posquam cenatum est, accipiens calice,
et tibi gratia sagens benedixi, deditque discipuli suis dicens, accipite et فاشربوا منها كلكم. هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. Sigitur Domine is de fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrezionis at ascensionis in celum, sed prestolante saltum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti imolazione placari, يكمل غبطة الكاردينال والأساقفة والكهنة الصلاة الإفخارستية على القرابين، مصلين من أجل الجميع، من أجل الكنيسة، لكي تمتلئ بروحه القدوس، ومن ثم يتم ذكر كلية القداسة مريم البتول والدة الإله ومار يوسف خطيبها والرسل الطباويين والشهداء والقديسين. ومن ثم نصلي من أجل الكنيسة كي تثبت على الإيمان والمحبة. نذكر في صلاتنا الحبر الأعظم البابا فرانسيس والكاردينال بيير باتيستا بكونه هو المسؤول المباشر عن الكنيسة في الأرض المقدسة ومن أجل الإكليروس ومن أجل الشعب المؤمن. وأيضا نصلي من أجل جميع الحاضرين والذين يرفعون صلواتهم في الأرض كلها. استجب متحننا لطلبات أسرتك التي شئت أن تمثل أمام جلالك في الليلة التي فيها ولدت العذراء مريم مخلص العالم. واجمع راحما أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ويصلى أخيرا أجل الموت المؤمنين والمجد له، فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. Precetti salutaribus moniti e divine institutione formati. وهنا يفتح الجميع أيديهم نحو السماء عاليا وقلوبهم وأعينهم شامخة ليصلوا الصلاة الربية التي علمنا إياها يسوع نفسه. Thank you.
libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam tuo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anche secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini cis semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ecce Agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Thank you.
ترون المسيح، هلموا نسجد له، هلموا نسجد معا لفادي الأنام. ما أجملها من ليلة، تفتح القلب نحو الله تعالى. منذ أكثر من شهرين ونحن نعاني ونتألم ولم نسمع خبراً واحداً مفرحاً. حتى نحن شعرنا بالغضب وبالألم وبالحزن، ولكن هذه هي الليلة قد أتت، ليلة عيد الميلاد. يلتف من حولها الدمار والقتل والإبادة، ولكنها ليلة الميلاد، ليلة الحب، ليلة السلام، ليلة الأمل والرجاء بحياة جديدة، بإيمان جديد، مؤمنين بأن ما يعجز عنه الإنسان هو الله قادر، هو الله وحده القادر أن يمنحنا السلام الحقيقي، سلاما يملأ قلوبنا، بيوتنا وأوطاننا. اجعلوا من هذه الليلة ليلة صلاة ورجاء وأمل. كما قال صاحب الغبطة: لنذهب ونعد إلى بيوتنا وعيوننا تشع أملا ورجاء بأن لا بد لهذا الجرح أن يترمم، ولا بد لهذه الأسلحة أن تنخفض، ولا بد لهذا الحقد أن ينتهي. هو المسيح، طفل المغارة، حاضر اليوم معنا وبيننا ليمنحنا سلاما حقيقيا.
qui nativitate redentoris nostri frequentare, gaudemus. Inis conversationibus a Deus meriamo per venire consoratium, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. The most reverend Father Pier Battista, by the grace of God, and the Apostolic See, Patriarch of this Holy Church of Jerusalem, will give the apostolic blessing with a plenary indulgence. In the name of the Roman Pontiff, to all present, هذه الكنيسة الأورشليمية المقدسة يمنح باسم الحبر الروماني كل من حضر هذا الاحتفال وقد تاب توبة حقيقية واعترف بخطاياه وتناول القربان الأقدس البركة مع الغفران الكامل، فابتهلوا إلى الله من أجل قداسة حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا والكنيسة المقدسة، واعملوا على أن تبقوا على كمال الشركة فيها وعلى قداسة السير. كل من حضر هذا الاحتفال وقد تاب توبة حقيقية واعترف بخطاياه وتناول القربان الأقدس البركة مع الغفران الكامل، فابتهلوا إلى الله من أجل قداسة حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا والكنيسة المقدسة، واعملوا على أن تبقوا على كمال الشركة فيها وعلى قداسة السيرة. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Inclinate احنوا رؤوسكم لنيل البركة. Deus infinite bonitatis qui incarnazione filii sui mundi tenebrae refugari et eius gloriosa nativitate ليمنحكم الرب الإله بركاته ونعمه بشفاعة مولد ابنه طفل المغارة. هو الذي خلصنا بميلاده بيننا ومن بشر به الملائكة ليبشرونا بفرح الخلاص. هو الذي بولادته منح الخلاص العالم أجمع ليمنحنا سلامه وخلاصه. وبشفاعة القديسين الرسولين بطرس وبولس يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الكهنوتية ليرتدي الغفارة ومن ثم يقومون بتطواف في الكنيسة متجهين إلى مغارة الميلاد، وهو يحمل الطفل يسوع متجهين نحو مغارة الميلاد، هناك حيث ينشدون ويصلون ويرتلون فرح الميلاد فرح العيد، إذ يقرؤون إنجيل الميلاد ويضعون طفل يسوع فوق نجمة المهد علامة على ولادته بيننا، ومن ثم يقمطونه ويضعونه مكان المذود، وهناك يتركونه لينقل البشرى بولادة الطفل بين البشر لولادة يسوع بيننا ومعنا. ولد المسيح. هللويا.
المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للناس بهم المسرة. يا ليلها من ليلة مباركة حيث يولد المسيح على الرغم من ضعفنا كبشر ليسكن بيننا ومعنا. يتقدم الخدام هذه المسيرة، حملة البخور والشمعدان، ويتوجهون من كنيسة القديسة كاترينا في تطواف نحو مغارة المهد، نحو المغارة التي ولد فيها بالحقيقة يسوع المسيح. نرى الرهبان الفرنسيسكان حراس الأراضي المقدسة، يليهم طلبة المعهد الإكليريكي للبطريركية اللاتينية وهم الإكليروس الأبرشي، ومن ثم الكهنة العساقفة وغبطة الكاردينال حاملا شخص طفل المغارة، متجهين إلى المغارة ليفرحوا بولادة أمير السلام في أرض تعاني ليمنحها سلاما وبركة. لن يتمكن الجميع من النزول إلى المغارة بسبب صغر حجمها، ولكن نحن هنا من أرض المسيح، من بيت لحم، نصلي ونرفع صلاتنا من أجل كل من يشاهدوننا، من أجل كل من يتابعوننا، من أجل كل شخص يريد أن يكون هنا في هذه الأرض ولا يستطيع. نصلي من أجلكم، نصلي معكم كي يمنحكم طفل المرأة سلامه، السلام الحقيقي. أمام الموكب يسمون القواس، وهو من التقاليد الجميلة التي حافظت عليها الكنيسة، وهي من التقاليد العثمانية التركية العثمانية، حيث يقوم القواس بفتح الطريق لموكب غبطة الكاردينال. عفواً، هم فعلاً من الفترة التركية. يتوجه الموكب حالياً، نرى غبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، حاملاً شخص طفل المغارة، حيث يمنح بركاته
وصلاته التي ترافقنا ليملا قلوبنا وبيوتنا وعائلاتنا السلام. يا طفل المغارة، يا أمير السلام، استجب لنا واسمع دعاءنا واسمع لتضرعاتنا. مغارة مهد السيد المسيح، حيث أصبح يسوع بشرا سكن بيننا ومنحنا سلامنا. نشكر جميع من رافقنا وصلى معنا وكان معنا عبر شاشات التلفزيون أو عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. شكراً لكم، شكراً لصلاتكم، شكراً لحضوركم. تذكروا بأننا نحملكم هنا من مهد المسيح في قلوبنا وصلاتنا، ونطلب منكم أنتم أيضاً أن تصلوا من أجلنا، من أجل وقف الحرب، من أجل إحلال السلام، ومن أجل العدالة.
Ad quem devoti pergimus
vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum cum Luca. Gloria tibi, Domine. Factum est autem indiebus illis, exit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis. Ec descriptio prima facta est presit Sirie Quirino, et ibant omnes ut profiterentur, singuli in suam civitate. Ascendit autem et Iosepha Galilea de civitate Nazaret, in Iudeam in civitatem David, quae vocatur Bethlehem, eo quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi, uxore pregnante. Pactum est autem, cum essent tibi, impletis sunt dies ut pareret. Et hic, Pepirit filium sum primogenitum. Et hic panis eum involvit. Et inclinavit eum in hoc presepio, quia non erat eis locus in deversorio. Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis supra gregem suum. Et angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas Domini circumfulsit illos, et immuerunt timore manio. Et dixit illis angelus, nolite timere, ecenim evangelizo vobis gaudium manium, quod erit omni populo, quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David. Et hoc vobis signum, invenietis infantem pannis involutum, et positum in presepio, et subito facta est cum angelo multitudo militiae celestis,
Laudentium Deum et decentium. Gloria in altissimis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis, Deus Pater, Dominus, alleluia. Salut.
in sacratissima nocte, noctem hic veri lumini specisti illustratione clarescere, da quesumus, ut cuius in terra misteria lucis agnobimus, eius quoque gaudius perfruamur in cielo, qui te convivit et regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Te Deum laudamus. Te Dominum confitemur. Te Eternum Patres, omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, ibi te die universae potestas.
Christo is in glory.